فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد مسجد وبجانبه أرض تابعة له، فقام المؤذن بتسويرها ووضع فيها سيارته وأشياء خاصة له، هل يعد هذا من باب الغصب؟ هذا له مرجع وهو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، لازم تأذن بهذا، ما يجوز يتصرف من عنده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.